أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. نشام الوطن وفرسانه الأوفياء هم فاتحة الكلام، هم المبتدأ وهم الخبر الذي يثلج قلوبنا وكيف لا، وهم الرجال الذين يحمون الوطن ويجعلون من عشقه سنة وعقيدة لديهم. فالتحية لهم تحية فخر واعتزاز للرجال الأشاوس الغر الميامين صفوة الصفوة. فيا أيها الجيش العريق، اسمك من قوافي الوطن نسج، ومن ثورة مجده التليد تجذر، ومن حاضره نرسم طريقا نسير عليها إلى مستقبل زاخر بالخير. نشام الجيش العربي هم الخط الأول كما قالها سيد البلاد، وهو على ثقة بجنده الأوفياء، حماة الوطن وسياجه المنيع ومصدر الفخر، وقلعة من قلاع الوطن الذي ينسج في ذاكرة أيامه قصيدة عز صيغت قوافيها بحروف مجد أردنية مستلهمة العزم من تاريخ صيغ بإنجازات العظماء، والعزيمة من حاضر نشامة يسقون الأرض بحبات عرق تتصبب من جباههم السمر، فهم لا يعرفون طعما للراحة إلا إذا كانت في سبيل مجد الوطن. رجال تحكي بطولاتهم قصة وطن، وطوع الصعب بهمة بواسل الجيش العربي. نعم مشاهدين الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نشام الوطن، والذي يأتي عبر شاشة التلفزيون الأردني ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي. نطل عليكم متعلقة بقواتنا المسلحة الأردنية. نستعرض لكم اليوم أبرز هذه النشاطات مع الملازم أول خلود الزويري. إليك خلود. نعم، نبدأ معكم اليوم بتغطية لأهم الأحداث التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، ونبدأ أولها بتوجيهات ملكية. الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان. بتوجيهات ملكية سامية، غادرت طائرة مساعدات خامسة تابعة لسلاح الجو الملكي باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة، وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك. وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد. اللواء ركن الحنيطي يتابع اختبار عدد من الأسلحة المدرعة والمدفعية. تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي تجربة رماية بالذخيرة الحية لدبابة الحسين في أحد ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. ونفذ الرماية عدد من مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى. وجاءت الرماية لاختبار جاهزية دبابة الحسين وتعزيز مهارات مستخدميها، وذلك بعد أن جرى تعديل أنظمة الرمي والتوجيه والرؤية الليلية والحرارية للدبابة من خلال سلاح الصيانة الملكي لإعطاء دقة لهذا النوع من الدبابات والتأكد من جاهزيتها. كما شهد اللواء ركن الحنيطي رماية حية لراجمة WM80 والمستخدمة في كتيبة الراجمات 28 الملكية التابعة لقيادة سلاح المدفعية الملكي، والتي تتميز بالقدرة على رماية الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى بدقة وفعالية. وأظهر المشاركون في الرميات أداء متميزا ودقة في إصابة الأهداف، عكس جاهزيتهم واستعدادهم القتالي في التعامل مع مختلف الظروف العملياتية. اللواء ركن الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة. واطلع اللواء ركن الحنيطي على سير الأمور التدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية العملياتية لوحدات المنطقة وتشكيلاتها. وشدد اللواء ركن الحنيطي خلال زيارته إلى كتيبة الدفاع الجوية 73 الملكية
على أهمية الاستمرار بالتدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوات المسلحة العملياتية في جميع الظروف التي تمر بها المنطقة. القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً على جنوب قطاع غزة. نفذت القوات المسلحة الأردنية إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي. واشتمل الإنزال الذي نفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات غذائية وإغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك. المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمرينا عسكريا بدون قطاعات حد السيف. نفذ اللواء الهاشمي الألي 51 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى بحضور المساعد للعمليات والتدريب تمرينا عسكريا بدون قطاعات حد السيف في مركز المشبهات. واشتمل التمرين الذي بني على فرضيات تحاكي السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية في العمليات التقليدية وغير التقليدية على إجراءات التخطيط وصنع القرار من قبل القادة وهيئة الركن، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم بين وحدات التشكيل الرئيسية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات عدة محاولات تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرات مسيرة درون حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرات بواسطة منظومات مقاومة الطائرات المسيرة بعد رصدها ومتابعتها وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. مشاهدينا، هذه كانت أبرز أخبارنا لهذا الأسبوع، ولمتابعة المزيد من التفاصيل والأخبار العسكرية ندعوكم لزيارة الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية على www.jav.mail.jo أو الاطلاع على آخر مستجداتنا عبر صفحتنا الرسمية على منصة فيسبوك. نعم، شكرا خلود أفندي. ابقوا معنا مشاهدينا لمتابعة باقي فقرات نشام الوطن. ابقوا معنا. تحية لرجال الجيش، تحية عسكرية.
يشهد قطاع غزة حالة من التدهور الحاد نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة، ومع وصول معظم مستشفيات القطاع إلى نقطة الخروج عن الخدمة. واصلت مستشفيات الخدمة الطبية الملكية الميدانية عملها النبيل في تقديم الرعاية الصحية، معززة دورها الإنساني بمستشفيات إضافية داعمة للمنظومة الصحية هناك خلال الأزمة. نعم، بتوجيهات ملكية سامية تواصل الخدمات الطبية الملكية رفدها للمستشفيات الميدانية بما يتناسب مع متطلبات القطاع لسد الفجوات الصحية التي تخلفها أضرار الحرب. مهمات جليلة وأدوار عديدة وخدمات غير مسبوقة تنفذ من قبل قيادة طب الميدان، نطرحها للحوار مع فقرة الجيش عطاء وبناء. إليك أحمد. شكرا جزيلا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لم يكتفي العدوان على مدينة غزة بالدمار وانتهاك حقوق الإنسان، بل وصل إلى استهداف الأرواح الباحثة عن فسحة آمنة لتلقي العلاج، وضيق الخناق بإعاقة عمليات رفد المستشفيات بالإمدادات الطبية اللازمة. وبينما تعم فوضى الكيان أرجاء غزة، كان الأردن ينظم لجمع أكبر قدر من الإمدادات الطبية لضخها في الشريان الغزي، ويخطط دبلوماسيا لإقامة مستشفيات ميدانية جديدة تعزز بوجودها خدمات الطبابة أولا، وتدعم ثانيا صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم. مهمات إغاثية ضرورية في ظروف استثنائية سلمت الإرادة الملكية زمامها للخدمات الطبية الملكية لتقوم بدورها الإنساني والإنقاذي من خلال قيادة طب الميدان. نتعرف أكثر عن دور قيادة طب الميدان آخر مستجداته ومنجزاته. نستضيف بمعيتكم قائد قيادة طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، لكن بعد قليل ابقوا معنا تكرما. بمعيتكم أرحب بقائد الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب أحمد أصبحت. أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا فيك دكتور. في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الأهل في قطاع غزة وما زالوا يمرون بها، جاء الإعاز المباشر من جلالة سيدنا باستمرار عمل المستشفى الميداني الأردني 76. بعد ذلك هناك سلسلة من الإمدادات الطبية والإنشائية أيضا لخدمة الأهل في القطاع. سيدي نتحدث تحديدا عن سلاسل التوريد التي أنتم قائمون عليها من قبل الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية. سؤالي سيدي، المشهد كيف يدار من قبلكم؟ شكرا أستاذ أحمد على استضافتك. سلاسل التوريد للأجهزة، المعدات، الأغذية، التجهيزات الطبية، كلها تتم عن طريق مستودعاتنا بالخدمات الطبية الملكية. في عندنا مستودعات فيها تجهيزات طبية وأجهزة، كل هاي نرسلها لمستشفياتنا العاملة في القطاع عن طريق الشاحنات. مع المستشفى بيطلع كمية كبيرة من الشاحنات التزويدية للمستشفى، مساعدات غذائية، مساعدات إنسانية، وتجهيزات طبية بالإضافة للأجهزة. وأي شيء بيحتاجوه طبعا خلال فترة وجودهم احنا بنعززه بشاحنات اخرى، غير عن الانزالات الجويه اللي ممكن برضه نعززها. نعم. للاحتياجات للمستشفى. دكتور اذا بدنا نحكي ايضا بلغه الارقام اكثر، كم عدد مرات ارسال المساعدات تحديدا الطبيه؟ والله يا سيدي هلا احنا المستشفيات بنبدلها كل 3 شهور، بنبدل الكوادر، فلما نبدل الكوادر بنعزز الاجهزه، التجهيزات والمعدات والمستهلكات الطبية، كله هذا بروح مع الشاحنات. يعني أكثر من 30 شاحنة تطلع مع المستشفى. كل ما يحتاج كوادرنا الطبية اللي موجودة هناك بتحكي لنا شو محتاجين، إحنا مباشرة بنعزز هذا الإشي. في أرقام مباشرة معينة دكتور؟ 53 طائرة عبر مطار العريش تم إرسالها. بالنسبة للإنزالات الجوية عملنا لحد الآن خلال فترة الحرب بس 122 إنزال جوي أردني، وعملنا كمان 266 إنزال جوي بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة. كل هذا الإنزالات كانت عن طريق طائرات
سلاح الجو الملكي الأردني. سيدي بدأ أرجع للمستشفيات مرة أخرى نحكي بالتفاصيل شوي، كم عدد العمليات وإذا كان هناك عمليات نوعية أجريت في المستشفيات الميدانية في غزة؟ سيدي احنا تعاملنا مع عدد كبير من العمليات، انت عارف هاي منطقة حرب وظروف صعبة جدا. في مستشفى تل الهوى شمال غزة أجرينا خلال السنة هاي بس 218 عملية كبرى، أنا بحكي لك عن عمليات كبرى مش عمليات صغرى. في مستشفى نابلس أجرينا 947 عملية جراحية، في مستشفى خان يونس أجرينا عمليات صغرى وكبرى 16997 عملية، مستشفى تل الهوى 27 ما يفوق ال 27000 حالة إصابة حرب، وبرضه بخان يونس أكثر من 28000 إصابة حرب، وفي نابلس 602 حالة إصابة حرب. كل هذه الحالات والأعداد تعاملنا معها من خلال المستشفيات المدنية. نعم سيدي. لذا أسألك سيدي بعد أمرك عن عدد المراجعين والمستفيدين من الخدمة. هلا براجعنا بخان يونس، مستشفى خان يونس اللي أنشأناه جديد، يوميا تقريبا من 600 إلى 650 مراجع يوميا براجعونا. في مستشفى تل الهوى براجعنا تقريبا من 400 ل 450. في مستشفى نابلس براجعنا تقريبا 250 مراجع يوميا. فأنا يعني مجموعهم لما جمعناهم تقريبا 494 ألف مراجع خلال فترة سنة راجعونا في مستشفياتنا الميدانية. سيدي نتيجة الظروف الراهنة اللي تفضلت بطريقة أو بأخرى حكيت عنها دكتور، ارتأت الخدمات الطبية الملكية لإرسال عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف الاصطناعية. سؤالي دكتور، ما الفكرة من إرسال هذا النوع من العيادات؟ سيدي احنا اجتنا تقارير من هناك من أطبائنا اللي موجودين هناك في مستشفياتنا انه في حوالي تقريبا 15000 من هاي الفئة مبتوري الأطراف، فجاءت الفكرة انه كيف نقدر نساعد هذول الفئة من الناس. فاحنا في عندنا بمركز التأهيل الملكي قسم خاص للتركيب الأطراف، فجهزنا عيادتين متخصصتين بتركيب الأطراف الصناعية، وهي على مستوى عالي من التجهيزات، جهزناهم وأرسلناهم لأهلنا في قطاع غزة. الهدف منها أنه يعني احنا مستهدفين هاي الفئة اللي هي 15000 شخص مبتوري أطراف اللي فقدوا ساق أو قدم. بالضبط سيدي، وأرسلت قبل تقريبا شهر وباشروا عملهم والحمد لله رب العالمين بتقنيات جدا عالية. فلحد الآن عدد المستفيدين سيدي 40 طرف صناعي صار مركب خلال 3 أسابيع الحمد لله رب العالمين. والعمل جاري على أنه كمان مش بس بخان يونس، إحنا راح نتنقل لباقي المناطق في القطاع غزة بإذن الله تعالى. سيدي إلى جانب العيادتين المتنقلتين المتعلقة بخدمة الإخوان ممن فقدوا أطرافهم سواء ساق أو قدم أو غيره، هناك توجه لإرسال أيضا مستشفى النسائية والتوليد، ما الدوافع الرئيسية سيدي من إرسال هذا المستشفى؟ المستشفى هو عبارة عن كرفانات جاهزة مجهزة بأعلى المواصفات العالمية، تجهيزات طبية عالية، أجهزة حديثة جداً، تجهيزات فنية وإدارية كله جاهز الحمد لله رب العالمين. راح يكون نظام طاقة شمسية مع نظام مولدات كهربائية راح يخدم المستشفى. الدوافع الرئيسية سيدي من إرسال هذا المستشفى؟ سيدي احنا اجتنا تقارير من هناك انه في هناك 55000 امرأة حامل في قطاع غزة، فهذولا الفئة من السيدات بحاجة لرعاية، رعاية قبل الولادة ورعاية بعد الولادة ورعاية أثناء الولادة. صحيح. فهذا الإشي بتطلب منا كيف بدنا نخدمهم، كيف بدنا نرعاهم. فإجت الفكرة بإنشاء مستشفى متخصص بالنسائية والتوليد وحديثي الولادة. راح يكون فيه غرف عمليات، أربع غرف ولادة وغرفة عمليات للولادات المتعسرة. راح يكون في غرف خداج، راح يكون في غرف للمرضى ما بعد الولادة، 30 سرير يعني راح يكون موجود. راح يخدموا هذا المستشفى
30 أطباء مختصين عالي الكفاءة، يعني راح يكون في أطباء نسائي وتوليد، راح يكون في أطباء خداج، راح يكون في أطباء أطفال، قابلات قانونيات، صيادلة، فنيين، كلهم بخدمة المستشفى. راح يكون عدد الكوادر الطبية بهذا المستشفى 82 شخص. راح يكون ملاصق لمستشفى خان يونس اللي موجود أصلا. احنا حاليا بنجهز التجهيزات على الأرض هناك في غزة، والمستشفى جاهز للخروج، وإن شاء الله. متى متوقع سيدي؟ متوقع أنه يوصل خلال نهاية الشهر 11، نهاية شهر 10 هذا، ونص شهر 11 تشرين الثاني إن شاء الله راح الكوادر تكون مكتملة الوصول، وراح يشتغل بإذن الله تعالى، ونخدم هذول الفئة من السيدات. سيدي احنا نستأذنك والسادة المشاهدين، معنا عبر الاتصال الهاتفي مدير المستشفى الميداني الأردني خان يونس 4 العقيد الطبيب محمد البطاين، لنطمئن على الأوضاع كيف تجري هناك في المستشفى. محمد بيك، مساء الخير وأهلا بك. مساء النور، أهلا وسهلا. يا سيدي، ديمومة عمل المستشفى من أولويات جلالة سيدنا، وهناك كفاح مستمر من قبل الجهات المعنية لإيصال المواد الطبية والعلاجية. نطمن من خلالك محمد بيك على الكيفية التي تسير بها الأمور لديكم، تفضل دكتور. بداية أشكر التلفزيون الأردني من خلال برنامجكم نشام الوطن، من خلالك سيد أحمد، على دوره في تسليط الضوء على دور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مختلف المجالات الوطنية، وأيضا بدورها في تسليط الضوء على دور المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة. تسعى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتوجيهات من صاحب الجلالة الهاشمية والمتابعة مباشرة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة على إدامة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، وذلك انطلاقا من إيمانها المطلق بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم لمواجهة الظروف الصعبة الراهنة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية، من خلال تزويد المستشفيات الميدانية بما تحتاجه من مواد طبية وعلاجية لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع. طب سيدي، لو بدنا نحكي بالأرقام هذه المرة، كم عدد العمليات الجراحية التي قمتم بها من بداية العدوان، ولو حكينا عن الدخولات اليومية؟ يعني أولا احنا وصلنا أرض المهمة قبل أسبوع، وتم استقبال مرضى رسمية إخبارا من البارحة، لكن المستشفى كان في عمل طوارئ 24 ساعة، يعني خلال أسبوع فقط مثلا راجعنا 2060 مريض، وأجرينا 21 عملية كبرى و13 عملية صغرى، بإضافة تداخلات طبية أخرى في غرف الطوارئ والإنعاش والعناية الحثيثة والجروح المتقدمة. وحتى يعني عندنا كان عدد الدخولات يعني خلال هذا الأسبوع 13 مريض في الأقسام، وثلاث مرضى في العناية المركزة الحديثة. طبعا الموضوع التراكمي، أنت بتحكي عن من بداية المهمة حتى اليوم راجع المستشفى حوالي 494 ألف مريض، أجري لهم حوالي 2950 عملية جراحية كبرى وصغرى. نعم سيدي، هناك عمليات نوعية تجرى يوميا وتعتبر يعني قصة من قصص نجاحكم، نتحدث عن أهم هذه العمليات دكتور. يعني تناقلت المواقع الإخبارية الأسبوع الماضي يوم الخميس تسجيل لانفجار صاروخ من مخلفات الحرب بينما كان يلعب به بعض الأطفال، وقد تم نقل الطفلين المصابين إلى مستشفانا، وكانت الحالة الطبية لهما صعبة للغاية. قد تمكن أطباؤنا بالتعاون مع الطاقم التمريضي من التعاون مع هاتين الحالتين باحتراف، وأجريت لهما عمليتان متزامنتان استدعي فيها أطباء العظام والأعصاب والشرايين والأطفال وجه الفكين، استمرت لأكثر من 6 ساعات، ثم أدخل إلى العناية الحثيثة، وهم الآن في تحسن مستمر الحمد لله. هناك بعض الحالات دكتور التي تم إخلاءها إلى مدينة الحسين الطبية، ما هي أهم الأسباب التي استدعت إلى إخلاء هذه الحالات، وما هي آخر هذه الحالات وصولا دكتور؟ أخي العزيز، الكادر الطبي في المستشفى الميداني كادر جراحي متميز، جراحة عظام، أعصاب، وجه وفكين، شرايين، جراحة أطفال، جراحة تجميل، جراحة عامة، بالإضافة إلى أطباء باطنية وأطفال وطوارئ. لذلك الكادر الطبي تمكن ويتمكن من علاج معظم الحالات بنسب شفاء عالي،
أما الإخلاءات فتكون حالات خارج نطاق المستشفى، ممكن شفتوا آخرها كانت حالات مثلا سرطانية، يعني ما الموضوع خارج نطاق عمل المستشفى. مدير المستشفى الميداني الأردني خان يونس 4 العقيد الطبيب محمد البطائنة، شكرا جزيلا محمد بيك، وترجعوا إن شاء الله سالمين غانمين بإذن الله. العفو، أشكر، شكرا جزيلا، شكرا. نستكمل معك دكتور الحديث، يعني كوادرنا الطبية اللي إحنا دائما من خلالكم نراهن عليها، نراهن على كفاءتها وعلى دورها الإنساني المهم، بدنا نطمن أيضا من خلالك بصفتك سيدي قائد الطب الميداني في الخدمات الطبية الملكية، كيف معنويات الأخوة والزملاء في غزة؟ سيدي معنوياتنا احنا نشامل ونشميات الخدمات الطبية الملكية دائما عالية، احنا نستمد معنويتنا من معنويات جلال سيدنا. لحد الآن صار خلال فترة السنة هاي 1340 نشمي ونشمية طلعوا على غزة، وكلهم متحمسين دائما انهم يطلعوا ويساعدوا اخواننا واهلنا بالقطاع. الله يقويكم سيدي دائما. دكتور جلال سيدنا يعني هو الدعم الرئيس لأي فكرة طبية تحديدا تخدم الأهل في قطاع غزة، إن لم يكن أصلا هو المبادر. دور جلال سيدنا في دعم الفكرة الطبية التي تخدم الأهل في قطاع غزة. سيدي جلال سيدنا يعني هو اللي الفكرة بتطلع منه دائما، الحمد لله رب العالمين، هو اللي بيوجهنا دائما، هو اللي بيسأل عن كل تفصيل من التفاصيل اللي بكون موجودة بالمستشفى، وإحنا بننفذها، ودائما إحنا يعني جاهزين لكل أمر من أوامر جلالة سيدنا. دكتور بتعرف مر سنة على الحرب على غزة، وهناك ضغط كبير وهائل على المستشفيات الميدانية الأردنية تحديدا، في ظل هذا الضغط دكتور مدى جاهزية مستشفياتنا فيما يتعلق بالاستمرارية، وإذا بدنا نحكي أيضا عن المعدات الموجودة؟ سيدي إحنا عندنا في عندنا المستودعات الطبية الموجودة عندنا الحمد لله رب العالمين كلها جاهزة، في عندنا المستشفى المتحرك، إحنا دائما عطوفة مدير عام الخدمات الطبية بتفقد هاي المستودعات بشكل دائم، فإحنا دائما جاهزين، ودائما مستودعاتنا إن شاء الله جاهزة لأي طارئ بصير. في هناك خطط مستقبلية خاصة بقيادة الطب الميداني دكتور؟ سيدي احنا في عندنا خطط جاهزة لأي طارئ، احنا يعني حاليا الأردن أرسل طائرات مساعدات إلى لبنان، وإحنا جاهزين لأي طارئ بكون موجود سواء بلبنان أو أي مكان ثاني. احنا رسالتنا زي ما حكى جلالة سيدنا، احنا رسالتنا رسالة إنسانية لكل الناس الحمد لله رب العالمين. شكرا على الحضور يا سيدي وبالتوفيق. شكرا لكم سيدي. أما أنتم مشاهدينا، جيشنا العربي له من اسمه معان كثيرة، فهو سند الأمة العربية ومصدر أمنها وأمانها، وأينما وجد رجاله حلت الطمأنينة والسلام، هو أول الملبين وأول الساعين لاستعادة حقوق أصحاب الحق، في السلم كان أم في الحرب، له دائما بصمة حضور. نكمل معكم مشاهدين باقي فقراتنا شام الوطن، لكن بعد قليل كونوا معنا. واحدة من صروح العلم والمعرفة وأحدى منارات العلم في القوات المسلحة التي يشار لها بالبنان، فهي العريقة بنشأتها المتميزة بعملها والحاضرة في إنجازات الوطن وقواته المسلحة، هي مدرسة الملك طلال العسكرية التي تحمل اسم فارس هاشمي ونسلا من بني هاشم. نعم، من بين ثناياها تهدي الوطن كوكبة من الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة، ليرفدوا القوات المسلحة بشاب أردني انتهل العلم من هذه المدرسة على أيادي مدربين أكفياء نقلوا خبراتهم لأجيال عقبتهم ليكونوا روافدا يعملون من أجل الوطن ورفعته وتقدمه. لنتعرف مشاهدينا أكثر عن الواجبات المناطة بمدرسة الملك طلال العسكرية في هذا التقرير، والزميلة غيداء الرضان لنتابع. سلام
من هنا مشاهدينا من ميدان الشرف والبطولة ومصنع الرجولة، سنكون معكم من أم المدارس مدرسة الملك طلال العسكرية لنتعرف سويا على أقسامها وواجباتها. كونوا معنا. تعتبر مدرسة الملك طلال العسكرية إحدى مدارس القوات المسلحة، والتي تأسست في عام 1954. هذه المدرسة التي تعد منارة للعلم والمعرفة ورافداً متميزاً بمدخلات ومخرجات تعليمية وتدريبية. تهدف المدرسة لتدريب المستجدين وتحويلهم من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، وتأسيسهم بكفاءة عالية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في هذا المقام لا يسعني إلا أن أذكر أن هذه المدرسة هي باكورة المدارس في القوات المسلحة الأردنية، وهي النواة التي انبثقت منها كافة المدارس هذه المدرسة الفريدة من نوعها، حيث أنها تعنى بتدريب المستجدين على مستوى القوات المسلحة. يبدأ ذلك من استقبالهم من مركز التجنيد، ثم تحويلهم من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية. والتدريب يمر في مرحلة تمتد لخمسة أشهر، ويتم فيها التدريب على جانبين مهمين، الجانب الأول وهو الجانب المادي، والجانب الثاني المعنوي. نبدأ بالجانب المادي، والمادي يتم التركيز فيه على اللياقة البدنية، التكييف البدني، تهيئة الجسم للعسكري بداية ليستطيع أن يستقبل كافة مواضيع التدريب من حركات المشاة واستخدام الأسلحة على اختلاف أنواعها ومهارة الميدان. ثم خلال هذه الفترة يتخللها الجانب المعنوي، والذي يتم فيه التركيز على التوجيه الديني والتوجيه الوطني والتوجيه الأمني والتوجيه النفسي. يتم استقبال التلاميذ المستجدين في مدرسة الملك طلال العسكرية عقد دورة التدريب التأسيسي لهم، والتي هي مدتها 21 أسبوع. يتم التدريب على اللياقة البدنية، المشاة، الأسلحة ومهارة الميدان، ويتخلل عدد من المحاضرات التوعوية والدينية والأمنية، ويتم تخريجهم إلى كافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الجيش العربي. وقد تطورت المدرسة مع تطور القوات المسلحة الأردنية من أسلحة ومعدات وأساليب تدريبية، حتى أصبحت بشكلها وتنظيمها أنموذجاً حياً يرفد قواتنا المسلحة بكوكبة من الرجال ليلتحقوا بزملائهم في شتى ميادين البطولة والفداء. ويستمر هذا الصرح الشامخ برفض وحدات جيشنا العربي للمجندين الجدد، هؤلاء النشامى الذي سينضمون جنبا إلى جنب مع من سبقوهم في الخدمة العسكرية بكل فخر واعتزاز. رقيب غيداء الروضان من مدرسة الملك طلال العسكرية. نجول في سفر الوطن وذاكرة أيامه الماجدة لتطلعنا على صفحات مجد كتبت سطوره بأبجدية أردنية، سطرت لأحداث كانت محطات فخر وفخار. نعم، نفتح كتاب مجد الوطن فيحدون الفخار والشموخ برجالات كتبت بطولاتهم بماء الذهب ليسطروها قصصا تروى على فم السنابل
لأجيال حقها الافتخار بتلك البطولات. والآن مشاهدينا مع فقرة من الذاكرة، كونوا معنا. لكم يا ملح الأرض ومواسم عطائه ننحني، لكم أيها الشهداء نقف ويقف المجد وقد قص سرديات بطولاتكم على مسامع الزمن، لتكون الأرض والتراب شاهدة على عطائكم وقد جبلت رمالها وترابها بنجيع دمائكم الطاهرة. أيها الشهداء، يا من ودعتم الوطن بأجسادكم لكن لا زال عطر نجيع دمائكم يعطر الأرجاء ويذكرنا بأنكم من وضعتم أرواحكم على أكفكم وأهديتم الوطن أرواحكم الطاهرة، فكنتم عنوان وطن وأيقونة أيامه، وكان المجد رفيق أيامكم، وقد رفرفت أرواحكم الطاهرة وصعدت إلى السماوات العلى، فأنتم من غبتم لنظل آمنين، ومن ضحيتم لنظل كرماء، وأنتم من قدمتم الروح لنعيش بكرامة. والآن مشاهدينا مع فقرة شهداؤنا لنتابع. يا شهيدا أنت حي، ما مضى دهر وكان ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن سمانا، قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان، هانت الدنيا ضرة كانت جمانا، فارتضيت اليوم عدنا خالدا فيها مصانا. الشهيد البطل محمود حمدان محمد لطرادات من مواليد محافظة إربد. استشهد محمود في 31 من أيار من عام 1948 مدافعا بكل شجاعة وإقدام عن ثرى فلسطين الحبيب. كل الناس بتحبه، كل الناس بتريده، كان حشاد وعنده دين، كان يصوم ويصلي وعنده دين بشكل، كل الحارة وكل القرية تقولوا محمود الحجي وبس. شهداؤنا هنيئا لكم ولمن سبقكم من أبطال هذا الوطن، هنيئا لأهاليكم الذين لهم حق. العسكرية العربية الإسلامية هي العقيدة التي وردت تفاصيلها في القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي، مبادئ طبقها المسلمون الأولون على عهد الرسول القائد عليه الصلاة والسلام، فأحرزوا بتطبيقها الانتصارات المتوالية على أعدائهم
حتى امتدت فتوح المسلمين إلى بقاع كثيرة من العالم. نعم، والعقيدة الإسلامية العسكرية يمكن أن تعرف على أنها مجموعة المبررات والمنطلقات الإنسانية والدينية والأخلاقية والقناعات الفكرية المنضبطة، والتي تمنح الشرعية للقوات العسكرية للقيام بعمل ما سبيلا للدفاع عن الأمة. يحدثنا عن سبيل تعزيز العقيدة القتالية في الإسلام في فقرة الكلم الطيب الملازم سيف الدين المحسن، لنتابع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقة السابقة عن العقيدة القتالية لدى أفراد ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية، وسنتحدث اليوم عن سبل تعزيز العقيدة القتالية في الإسلام. أول سبيل إخواني من سبل تعزيز العقيدة القتالية في الإسلام هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على ذلك. فالمنهج الإسلامي هو منهج قويم لتعزيز العقيدة القتالية لدى المسلمين. يقول الحق سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ومن سبل تعزيز العقيدة القتالية في الإسلام إخواني الصبر والثبات، فهما عاملان رئيسيان مهمان في ترسيخ العقيدة القتالية لدى المسلمين. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم هذان المبدأان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تعليمهم مبدأ الصبر والثبات في وجه التحديات وفي وجه الابتلاءات. ومن ذلك أن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعه بعض الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه فقال، لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، فيجاء في المنشار فيوضع على رأسه فيفرق به اثنتين، ما يصده ذلك عن دينه شيء، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ولكنكم تعجلون. ومن سبل تعزيز العقيدة القتالية لدى المسلمين إخواني ترسيخ مبدأ الشهادة والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، فيجب على كل مسلم تقديم محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الشهادة والتضحية في سبيل الله على محبته لنفسه ومحبته لأهل بيته ومحبته لأمواله وأعراضه، وفي ذلك دور كبير في ترسيخ العقيدة القتالية لدى المسلمين. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة مبدأ الشهادة والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك عن جابر بن عبد الله قال، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقلت، يا رسول الله قتل أبي، قتل يوم أحد وترك وراءه عيالا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت، بلى يا رسول الله. قال، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، فأحيا أباك فكلمه كفاحا أي من دون حجاب، وقال، يا عبدي تمنى علي أعطك. فقال، يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل، إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قول الله تبارك وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. ومن سبل تعزيز العقيدة القتالية لدى المسلمين إخواني الإعداد بالقوة واستثمار مصادر الطاقة. قال الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإعداد إخواني لا يخفى على شريف علمكم بأنه إما أن يكون إعدادا تعبويا وإما أن يكون إعدادا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
استئناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، فكل منا يرابط على ثغره. ختاما أحبتي، أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله رب العالمين. فرسان الجيش العربي خيرة الخيرة، قلوبهم حاضرة، عيونهم يقظة، وأيديهم على الزناد حاضرة، مصوبة في وجه العداء، وقبضتهم قوية لا تلين، وزناد لا يستكين. سلمت أيديكم أيها النشامى، وسلمت قلوبكم وعيونكم، سلمتم لنا ولأهلكم الذين يضعونكم في عناية الرحمن، ويرجونه عز وجل أن يحرسكم ويحفظكم بحفظه إن شاء الله. هم أنشودة أردنية وأغنية فرح وطنية، هم فرسان الليل والخيل، وهم طوق الوطن المتين، عيونهم لا تقبل النوم، وقلوبهم مفعمة بمعاني العشق لوطن العلياء. سلمتم أيها البواسل، وسلم الوطن بكم، حماة أباه، صناع مجد الوطن، تسيرون مع قيادتكم نحو مدارج الفخار والعلياء. نعم، إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نشام الوطن، إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بمزيد من النشاطات والفقرات التي تسلط الضوء على بطولات نشام الوطن. إلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء. يا بلدنا نسماتك هي، يا جبالك أعلى من الغيم ومن نجم سهيل، وديانك وردات بتغفى في حضن هسولك تتدفى، ترابك ووهبها حياتي.